عنده لاعبين من تنزانيا، من غانا، من زامبيا، من مالي، من مختلف البلاد الافريقيه. طبعا سنشاهد في هذه البدايه على الاقل فريق يدافع واخر يهاجم، لانه النسر الطائفي هكذا يسمى يجب عليه. مهمة الدقائق الاولى من عمر هذه المباراه لكي يفوتها عناصر الوفاق، انطلاقا من هناك عن طريق فينبونغ مرفوعه في القائمه الثانيه، بعيده بعيده بعيده، وتخرج للركنيه. يقول حكم المباراه المصري رياض حتى هذا الملعب جيدا، ويعرف تيبي كره طويله البحث عن عبد الملك الزياده، وكذلك بنيطو. يلا يا عبد الملك، التغطيه دفاع تيف عانوا معاناة كبيرة بعد تغيير الفندق و القطع الانقطاع او قطع الكهرباء على عناصر وفاق سطيف في الفندق الذي كان يقيم فيه، بالاضافة الى الجماهير الغفيرة التي كانت حول الفندق من اجل التسديدة. اولا لا، يا سلام على عناصر نادي تيبي. معاناتكم كم ستكون كبيرة اليوم، اتحدث عن عناصر الوفاق. ميغالتي في التغطية، صعبة الكرة هذه لصالح عناصر تيبي. للركنية مرة. تيبي مازامبي كان متوقع ومنتظر هذا الأمر. خير الدين مدوي كان يعلم بأن أمور ستكون هكذا بهذا الشكل في ملعب معشوشف اصطناعيا. عناصر تيبي يعرفونه جيدا ويعرفون أرضية نائية رجعتها سنتي مرة ثانية لصالح عناصر تيبي. مرفوعة الكرة بالراس وبعيدة، الكرة بالراس خرجت لا لم تخرج، ما زالت الكرة هذه الخطيرة مرفوعة من هناك وسهلة، خرجت ضربة مرمى. ضغط زاحف جدا انه يوصل للربع ساعه الاول فريق وفاق سطيف، لل 20 دقيقه، لل 25، لل 30، لنهايه الشوط من دون ما يتلقى هدف. طبعا نتيجه هدفين مقابل هدف واحد هي نتيجه فخ. الفريق الجزائري وفاق سطيف قائم بدوره كما ينبغي. لقرا عن طريق، انطلق معك بالعميري، يا لقرا بالعميري، يا لقرا، وصل الكره لبالعميري، انطلق صعبه لصالح عناصر الوفاق. هي خطيره الكره عن طريق زيايا، زيايا محتفظ بالكره، زيايا زيايا توزيع. جول مباغت، جول مفاجئ، جول رائع. زيايا يفتح مثل التسجيل. كيف دخلت هذه الكره يا زيايا يا عبد الملك؟ اول هدف المباراه للوفاق، الدقيقه الثامنه، اول كره واول لقطه للوفاق. جول جول زيايا على الجهه اليمنى يصارع، يفتح فتحه جميله، والحارس بغتاته. من اين دخلت هذه الكره؟ يا كيد يابا من اين دخلت؟ زيايا فعلها على الجهه اليمنى، توزيع بغتت الحارس. واو، عجيب وغد في وسط الميدان يلعبها مع اواكو. هاي الكره خلف وسط ميدان فريق الوفاق، التغطيه الدفاعيه في خطا يقول الحكم. اي اي اي، في خطا يقول حكم اللقاء لصالح عناصر فريق. صعبه المخالفه، بعيده مرفوعه كثير من السنتي الغني. مرة أخرى على الجهة اليسرى من الخط الأمامي، والتماس قال حكم المباراة لصالح عناصر تيبي. تلعب في الوسط، كرة صعبة وخطيرة عن طريق ثنائي سامطة وأواكو، وفي خط آخر يقول حكم المباراة. نعم يا القرا، في خط تنزاني من حوالي 35 متر هذه المخالفة. أولا لا، بابا بابا، جول جول، هدف في منتهى الروعه لصالح تيبي. المخالفه رائعه والمتابعه اروع، وهدف كان في منتهى الروعه. نعم، المخالفه كانت من اروع ما يكون، هدف لهدف صارت النتيجه الان لصالح عناصر تيبي من امضاء جيني شبلي عاد مره ثانيه. نعم، نتجاوب مع هدف بهذا الشكل. دانييل جيني يسجل هدف التعادل لصالح تيبي عند الدقيقة العشرين من انطلاقة. يجب على اللاعبين وفاق انه يحتفظوا بالكرة أكبر وقت ممكن حتى يكتسبوا الثقة. البحث عن بالعميري، يلحقها بالعميري، يغطي كورتو محتفظ بها، الحكم يصفر له خطأ. نعم، المصري رياض جريتشا لقرا يلحق على هذه الكرة. شوف التغطية الممتازة من بالعميري هنا من أمام المدافع كاسم، تنفيذها توفيق زرارة بأسرة مقوصة داخل الكرة هذه. البحث عن زيايا، الدفاع يخرجها. صعدوا عدد كبير من اللاعبين، رجعوا كلهم على ترتيب مازامبي الى الخلف للدفاع.
طبعا شتان بين اللاعبين حيث البنية وحيث القامة كذلك. وانطلاق على جديد نصرة صعبة لصالح عناصر نادي التبي بوسط الدا الخطير كلبا كلبا كرة صعبة هايلة هي الكرة المتميزة لعادة مرة ثانية التوزيع من كلبا الزامبي بعد ما راوغ هنا من امام ميغاتلي. اي كرة كانت مباغتة في القائم الاول صدها واخرجها لركبة رينفورد كلبا الزامبي في تنفيذ هذه الركنية البحث عن القائم الاول دائما. واو الكرة في القائم الاول كمية صعبة يجب عليها في تقدير الحكم ليس هناك خطايا زرارة. هذالي في التغطية هنا هذالي في التغطية من امام خير الدين العروسي يلزم ان يغطى كما ينبغي وننطلق من صمتا 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 وركنية اخرى صمتا وركنية اخرى لصالحات كثرة المحاولات وازداد الضغط على دفاع الوفاق. مباراة مثل هذه تاع أرضية الميدان ويتحمل كل هذه الأعباء الركنية بنفذ غول جول مباغت 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 التكرار يأتي بالهدف الثاني لصالح عناصر تيبي مازامبي ركنيات متتالية كلها أرموها في القائم الأول. كان الوفاق يدرك بأن القائم الأول الكرات هكذا المرفوعة قد تباغته وهي باغتته وهي الأمور عادت إلى نصاب التعادل بين الفريقين. بالنظر لمباراة نتيجة الذهاب هل سجلها العملاق سليف كوليبالي ممكن هو الذي سبق الجميع وسجل هدفا ثانيا. شوف لعادة مرة ثانية في القائم الأول كل الركنيات نفذت في القائم الأول كوليبالي سبق الجميع. نعم نعم آي 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 حذاري من هناك الجريمة والانطلاقة من فريمبونغ وصلته فريمبونغ عنده الكرة فريمبونغ واللعبة الثنائية هنا مع رفيقه أسانتي أسانتي فريمبونغ خطيرة ضاعت فرصة الهدف الثالث لصالح تيبي جاء راح نشوفوها بالتصوير البطيء. شوف التمريرة من الفنان فريمبونغ هنا من أسانتي لفريمبونغ احضار فريمبونغ هنا يوزعها أو يسددها باتجاه العملاق سليف كوليبالي هدفا ثانيا. الحكم المصري المتميز رياض جريشة يعلن نهاية الشوط بتفوق تيبي هدفان مقابل هدف واحد. أعود وألتقي بكم مشاهدي الأفاضل مع بداية الشوط الثاني بإذن الله. بعد الفاصل سيكون لديك الخط بديع تفضلوا بعده. هذا يحمل رقم 17 اعتقد في مكان عجيمي سنكتشف ذلك بعد حين. فريق تيبي مازامبي دخل بكيديابا في حراسة المرمى الجهة اليمنى فريبونغ الجهة اليسرى كاسوسولا باليسرى ثم باليمنى التغطية الدفاعية عن طريق ميغاتلي ميغاتلي في التغطية الكرة في الركنية حذاري من القائم الأول مرة ثانية حذاري مع سعود كوريبالي تلعب الكرة بسرعة مرفوعة مرة ثانية في القائمة الثانية وصلت من هناك أي 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 الكرة هي اللي جت في يده. شوف لي عادة مرة ثانية ليس هنا ولكن في اللقطة الثانية حاول حاول من عناصر نادي تيبي حذاري من هناك على الجهة اليسرى البحث عن التسديد صعب الكرة يصل عناصر تيبي تضرب في الدفاع خطيرة وخطيرية ينقدر موقف عن طريق الخطير جيفن سينجولوما. شوف لعادة مرة ثانية بالعقب لا 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 مهارات فردية عالية جدا عند لاعبي فريق تيبي لذلك قلت لكم في بداية ثم الانطلاقة في هجمة معاكسة وصلت مباشرة لبولينجي هيلة منه بولينجي محاولة المرور راح بولينجي توغل بولينجي خطيرة الكرة خطيرة ما زالت الخطورة لتيبي جول هدف رائع جول هدف رائع لتيبي مازامبي في القائمة الثاني عن طريق بولينجي الذي دخل مباشرة مع انطلاقة الشوط الثاني. اوبا با 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 هدف في منتهى الروعة اللعبة كانت رائعة الخفة والسرعة عند عناصر نادي تيبي مازامبي تصنع الفارق في هذه اللحظات والهدف الثالث يسجل هدف في منتهى الروعة الضربة المقر هذه الكرة شوف لعادة مرة ثانية كرة في العمق شوف كانوا الأول في الكرة أمام لاعب ثم اثنين ثم الثالث ثم الرابع كذلك توغل اللاعب المتميز صمتا باليمنى لاوغ وباليسرى وزع والضربة المقصية الرائعة جدا عن طريق جوناثان بولينجي اللي دخل مع بداية هذا الشوط الثاني سمح لفريقه بالتفوق لحد الآن بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. الوفاق ليس لديه ما يخسر إلا الخروج من منطقته ما زالت المباراة لم تنتهي الخروج من المنطقة من جانب عناصر الوفاق تيبي سرعة فائقة وصلت مرة ثانية لصالح المدافع فريمبونغ يلحق فريمبونغ محاولة المراوغة أمام الجابوني زيوندو يتفوق عليه والحكم يقول تمام وصولها للنهائي إذا بقت النتيجة على حالها
حتى لصالح نادي تيبي. تنفذ الكرة أرضية خلفية في الخلف والدفاع، بدأت الكرة عند عناصر نادي تيبي وانطلاقة من هناك على الجهة اليسرى لصالح المدافع كاسوسولو أمام زوج لاعبين، محتفظ بالكرة كاسوسولو يخرج بهذه الكرة للخلف تماما، حضري من تسديدات من البعيد قوية باكيت، كاد يكون الهدف الرابع يا صالح تيبي. صاروخ جو ارض، نعم الكره نزلت في الارض خضيريه. لا مش عارف كيفاش كره مثل هذه لم تدخل يعني. هناك على الجانب من المدافع ميغاتلي، ميغاتلي يرفع كره في القائمه الثانيه، خطيره، جول جول، لا 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 كاد يكون الهدف الثاني. شوف الاعاده مره اخرى، اي فرصه ثمينه ضاعت للوفاق. زيايا في القائمه الثانيه، اي وحدك وحدك يا زيايا الحيدر. المشاهدين الافاضل، يا ريت تبقى النتيجة على حالها على الأقل لربع ساعة أخرى، ربع ساعة الأخيرة ستكون للوفاق. كرة خطيرة وجانبية، خطيرة مرة أخرى وجانبية بعيدة، خرجت يبحث عن الدخول داخل منطقة العمليات بالعميري، يوزع كرة خطيرة بالراس وسط مباشرة لزيوندو، زيوندو مرة ثانية للوفاق، هاي كرة هدف التعادل. والحارس كيديابا بصعوبة، تذكروا ما قلت لكم بان النتيجه صاروا الان اربع مهاجمين تايهين شويه في خط الامام لفريق الفاق ستيف، بحاجه الى تنظيم واعاده تموقع والتركيز اكثر. صعبه الكره، التسديده خطيره، الكره وقت اضافي ولا ضربه الترجيح في هذا اللقاء. يونس ينفذ هذه الركنيه خارج الركنيه بالراس، ما زالت الخطوره دائما يخرجها بصعوبه فريق تيبي، التسديده عبد الملك زيايا، ما زالت الخطوره دائما. يونس سفيان، يونس سفيان امام زوج لاعبين، يبحث عن المراوغه، يونس راح، اي بعيده يا يونس، جول 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 يا يونس، جول 3-2 صارت النتيجة. قلت لكم بأنه أبدا المباراة لن تبقى على حالها، يا إما يسجل الوفاق الثاني أو يسجل تيبي الرابع. 3-2 صارت النتيجة، التأهل كان لتيبي، صار للوفاق في هذه اللحظات. عجب هذه الأحداث، الأهداف التي يسجلها الوفاق، عجب هذا الذي يحدث للحارس روبرت كيديابا، سجل عليه هدف غريب في الشوط الأول. حذري من اللعبة الثنائية، حذري من الخفة والسرعة، حذري من التمريرات البينية لصالح الخطير صمطة. صمطة أنت صامت يا صمطة، صمطة توغل، صمطة عند الكرة، صمطة مازال، سقط الكرة، سفيان خريدايرية يخرجها للركنية ويخليهم ينظموا صفوفهم، ويخلي خير الدين ماضي ايضا يعطي النصائح والتوجيهات اللازمة للحفاظ على النتيجة كما هي عليها او لاضافة هدف ثالث، لما لا. طبعا يسرى مع زيوندو، تعبوا اللاعبين تاع تي بي. يا بنيطو، يا بنيطو، يا بنيطو، يا بنيطو، يا بنيطو، يا بنيطو، ماذا تفعل؟ والمخالفة لن اشاهدها ولن يشاهدوها، ماذا سيحدث بعدها؟ المخالفة تنفذ، ضربت في الجدار، انا شاهدت هذه المخالفة تزيد، والدفاع مرة ثانية، ما زالت الخطورة وما زالت المعاناة يا سفيان، سفيان خدايرية يخرجها، بابا 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 في خطأ، سيدي الحكم ماذا هنالك؟ الأسر تيبي كرة مرفوعة تصد والحكم يصفر، نعم جول، الحكم يصفر ويتأهل الوفاق للنهائي. يا سلام، النسر الصيفي يحلق عاليا، ألف مبروك لوفاق سطيف على هذا التأهل. 3-2 مباراة أبطال ومباراة رجولية لاعبها الوفاق، بالرغم من كل الظروف الوفاق سطيف في نهائي